كان في ضغوط اكيد اتعرضت ليها من ناس كتير قال لك احلق شنبك وايه ده يا حاج وخلاص بقى وكفايه وكان شويه وعدت والكلام ده كله ولا لا؟ بس انا شخصيتي بتفرض على اللي قدامي يكون محترم من غير ما يعني حتى ما فيش حد من الاصدقاء الاقارب الزوجه الاولاد يا بابا كلهم فخورين كلهم فخورين ومسمين عن يعني ابني صغير اسمه نادر مسمي نفسه نادر شنب بحضرتك معايا وبين كل اصدقائي نادر يا شنب بتحترموا الشنبات عموما مهما كان حجبها طولها عرضها اه طبعا تحترم الشنب اه طبعا يعني شنب هتلر ده تحترمه بتاع اكيد لازم احترم كان ايامه كده على فكره لا انا احترم شنب هتلر ده لانه زل يعني اقول لك زل مين زل اتعس طائفه في العالم يعني اللي غلبت الدنيا كلها هو اللي غلبهم بشنبه ال 11 ده على فكره الشنب ده اسمه 11 11 وعلى فكره الجيل بتاع هتلر ده انا وانا صغير شفت ابويا الله يرحمه كان عامل الشنب ده ودفعه ابويا كلها كلها كانت عامله الشنب ال 11 ده في ايام هتلر لان ابويا موضه اياميها كان موضه كان موضه اياميها وبعدين ابويا حلاق بس انا النهارده احنا عندنا موديلات الدوجلاس زي ما حضرتك قلت والمبروم مبروم والملفوف على هيئه كحكه كده والحربتين الواقف والمفروض اللي بالعرض مسطره بالك اللي هو المسطره والكارتير اللي هو بيبقى من هنا شنبه عريض قوي اسمه ايه؟ الكارتير كاستير الكارتير كارتير اولينا طبعا مصفف اتنين مصففين خاصين بينا يعني عاصم محمد السلمون وتاني ياسر امام دول كوافير الرابطه معانا في كل هم بقى ايه بيشكلوا الموديلات دي ان ايام الملك فاروق كان اللي بيربي شنبه بياخد علاوه فعلا علاوه على الشنب كان بياخد علاوه